السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو استعراضي للقفطان جوهرة او قميص الجوهرة اللي خدمته بمرمى بالجوهر. كما كتلاحظوا معايا مرمى اللي لقيته بملاقية عادية، وكذلك الكمام حتى هما ملاقية عادية وفوق منهم سنينات كما كتلاحظوا معايا. قميص رائع وخفيف في نفس الوقت. كما كتلاحظوا معايا تحت نصف طوق هبط بالثلاثيه بالعقيق المهرس، والدرس خفيف في الدوره ديال العمق. نتمنى ينال اعجابكم هذا الموديل. فاللي بغى يتواصل معايا نخلي لكم رقم الهاتف في صندوق الوصف. اي طلب او اي استفسار مرحبا. اذا نخلي لكم مع الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.